استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودولة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات، كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بخضور، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله. أقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر دسمان مساء اليوم مأدبة إفطار على شرف دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.